كوبا كوكاكولا بتختلف عن اي برنامج موجود في مصر على سكيل صغير. هي تصفيات قسمنا جمهورية مصر العربية الى قطاعات، كل قطاع اتقسم الى مناطق، كل منطقة اتقسمت الى مراكز شباب. المنطقة دي كلها بيطلع منها فرقة او فرقتين او ثلاث فرق بيمثلوا كذا منطقة، بيمثلوا المحافظة بتاعتهم، بيلعبوا نهائي على مستوى المحافظة، بتطلع من المحافظة فرقة بيلعبوا فاينل في القاهرة هنا. كل الفرق دي بتتفاعل مع بعضها، بيطلع منها اول وتاني وتالت. بعد كده هيسافروا يعملوا المعسكر بتاعهم في نادي تشيلسي، وعندهم معسكر قوي جدا هناك بحيث الاعداد النفسي والاعداد للعيبة نفسهم عشان يقدروا بعد كده يشتركوا في بطولة كوبا كوكولا العالمية اللي هي في 20 بلد السنة دي هتلعب معاهم فيها. احنا بنعمل كوبا كوكاكولا في جميع انحاء جمهورية مصر العربية، حبينا نروح لمراكز الشباب عشان نحاول مع وزارة الشباب نطور في منظومة الشباب في مصر. هدفنا هو ان احنا نطلع مجموعة كبيرة جدا تلعب في منتخب مصر اللي هيلعب في كأس العالم 2022 بإذن الله في قطر. انا عرفت عن بطولة كوكاكولا من تردد اولادي على المركز الشباب باستمرار، فلقوا الاعلان بتاعه ولقوا مندوب. عرفنا عن طريقهم ان هم بياخدوا اولاده كده سن 2000 يعني 99 98. قلت اقدم لابني فيها يعني، وعلى اساس برضو يبقى ياخد فرصته زيه زي بقيه زمايله يعني. بنحاول شويه نخلي الناس سعيده، بنحاول نحقق لهم حلمهم اذا كان على الأولياء الأمور عن الأطفال نفسهم أو اللاعبين اللي بيشتركوا معانا. عرفنا من النادي اللي فيه دورة كوبا كوكاكولا، والكابتن بتاعي قال لي في دورة. جمعنا نفسنا واتفقنا ان احنا ننزل مع بعض في الفريق ونتقابل مع بعض في مكان واحد. جبت 8 افراد من البلوك بتاعنا. جينا انا واصحابي هنا في النادي وعرفنا ايه الحكاية، وجبت بابا ابويا عشان يقدمني في اكتر لعيب بيعجبني في تشيلسي اوسكار. طموحي يطلع زي محمد ابو تريكه وزي شيكابالا وزي محمود الخطيب، ده طموحي لابني. انبسطنا ان يعني ان انتوا تواجهتوا يعني المركز الشباب لينا، ان احنا ان شاء الله الاولاد يتصعدوا باذن الله يعني عن طريق كوبا كوكاكولا. لما تلاقي ام واقفه على سور مركز الشباب وماسكه في السور كده وبتتابع ابنها بالمنظر ده والدموع نازله من عينيها انها بتشوف ابنها بيكسب، واقفه تشجعه هي وابوه واخواته، هو ده اللي انا عاوزه، مش عايز حاجه اكتر من كده.